احباب مشتركي سبورانات. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم ملخص صغير على الدرس الثاني في الجبر لتلاميذ سنه 9 اساسي واللي هو مجموعه الاعداد الحقيقيه. مجموعه الاعداد الحقيقيه نرمزوا لها R، فهمنا خاطر نعرفوا كل مجموعه عندها الرمز نتاعها، الاعداد الصحيحه الطبيعيه، الاعداد النسبيه، اذا الاعداد الكسريه والاعداد العشريه والاعداد الحقيقيه. نفكركم يعني بالرمز بتاع كل مجموعه. عندنا الاعداد الصحيحه النسبيه، الاعداد الصحيحه الطبيعيه قبل كل شيء اللي هي اول مجموعه قريناها اللي هي المجموعه n. بعد عندي الاعداد الصحيحه النسبيه، شو معناتها النسبيه؟ معناتها الموجبه والسالبه، اللي هي المجموعه z. عندي الاعداد الكسريه اللي هي المجموعه q. عندي الاعداد العشريه اللي هي المجموعة D، وعندي الأعداد الحقيقية اللي هي المجموعة R. المجموعة R هذه تضم كل المجموعات، إذن المجموعات تضم الكل موجودين في المجموعة R. باهي شنو باش نعطيكم في الملخص نتاعنا هذايا؟ الملخص هذا باش نعطيكم أول حاجة الكتابات العشرية لعدد كسري نسبي، باش نحكوا هذه أول نقطة، باش نحكوا على الكتابات العشرية لعدد كسري نسبي. شو معناتها نسبي؟ معناتها موجب وسالب. باش نحكي لكم على الاعداد الحقيقيه تعريفها ومفهومها، باش نحكيوا على نقطه ثالثه هي تدريج مستقيم بواسطه الاعداد الحقيقيه. فهمنا المستقيم كيفاش نحط الاعداد الحقيقيه نتاعي في مستقيم مدرج؟ نعرفوا المستقيم المدرج، شوفوا كيفاش نحطوا الاعداد نتاعنا فيه. باهي شوفوا اول نقطه في الترخيص نتاعنا واللي هي الكتابات العشريه لعدد كسري نسبي. باهي باش نفهموا المفهوم هذا باش نعطيكم مثال بسيط. مثال عندي العدد هذا، شنو لاحظت لهنا؟ لاحظ انه فما 36 باقية تتعقد، هي 36 ما لا نهاية. فهمنا شنو نقولوا؟ إذا نلاحظ أن العدد 36 يتكرر ظهوره كيفاش؟ بطريقة، أول حاجة بطريقة دورية. 36 يتكرر ظهوره بطريقة دورية، إذا 36 دوري. فهمنا؟ إذا الكتابة العشرية العدد، نقول عن هذه الكتابة أنها كتابة العشرية دورية للعدد تنهو. عندي لهنا هذه 2.1336333، هذه كتابة عشرية دورية لعدد كسري. فهمنا؟ إذا الكتابة هذه هي كتابة عشرية دورية لعدد كسري اللي هو أ على ب. إذا فما عدد كسري أ على ب، مش نلقى 2.1336333. باش نخدم مثال، باش نخدم مثال 3 على 22، ناخذ بالآلة الحاسبة نعمل 3 على 22، باش نلقى لهنا 0.1336333. إذا لهنا هذه كيف تتعامل؟ إذا شنو نلاحظ لهنا؟ إنه الكتابة هذه تمثل كتابة عشرية دورية للعدد 3 على 22. إذا لهنا من غير ما نبقى نكتب فيهم الكل، نكتب هكا 0.1336 ونحط تحتها خط. شو معناتها نحط تحتها خط؟ معناتها راهو 36 هذيك باقية تتعاود، هذه تسمى كتابة عشرية دورية للعدد 3 على 22. فهمنا؟ والدور متاعها الكتاب هذا هو 36، 36 يسمى دورا لها. باهي؟ إذا لهنا باش نخدموا بعض الأمثلة اللي موجودة في الكتاب باش نفهموا بهم التمارين نتاعنا. باش نخدم العدد 11 على 5، أوجد كتابة عشرية دورية للعدد 11 على 5. نجي لهنا نعمل القسمة التقليدية نتاعي اللي نعرفها اللي هي 11 على 5، عندي 2 10 والباقي 1. إذا نحط لهنا فاصل، عندي 10 على 2 اللي هي 10 على 5 اللي هي 2. فهمنا؟ إذا لهنا 2 في 5 10 والباقي 0. باهي شنو الكتابة العشرية الدورية لعدد 11 على 5؟ 11 على 5 نجم نكتبو 2.20 هكا ولا؟
ما قلقنيش صفر. إذا هذا تسمى كتابة عشرية دورية للعدد 11 على 5. تعدل العدد الموالي اللي هو 5 على 2. إذا 5 على 2 هي 2.25 ونحط صفر. فهمنا؟ إذا هذه كتابة عشرية دورية. نتعدل العدد الموالي اللي هو 7 على اللي هو 1 على 3. نعمل القسمة الإقليدية متاع 1 على 3. عندي صفر اللي هنا الباقي 1. 10 على 3 3 3 في 3 9 والباقي 1. 10 على 3 3 3 في 3 9 والباقي 1. 10 على 3 3 3 في 3 9 والباقي 1. هكاك باش نبقى نوصل. اذا لهنا شنو الكتاب العشريه الدوريه؟ اللي هنا 0.3 3 3. اذا لاحظ انه 3 هي تتعاود، اذا نجم نكتب 0.3. فهمنا؟ نتعدل المثال الموالي إلا 3 على 11. إذا هنا نعمل عملية القسمة العادية متاعي، نقسم 3 على 11 بالطبيعة مش بحط الإلا متاعي. هنا عندي 0.30 على 11 عندي 2، لهنا 22 والباقي 8، لهنا 80 على 11 عندي 7، 77 والباقي 3، 30 على 11 عندي 2، 22 والباقي 8، 80 على 11 عندي 7، 77 والباقي 3. وكيك اذا شنو نلاحظ هنا انه 27 تتعاود. اذا لهنا باش تجيني الا 0.27. فهمنا؟ اذا نحط لهنا هذه هي الكتابه العشريه الدوريه للعدد الا 3 على 7. اذا بالامثله نتاعي نجم نستنتج معناتها لهنا حاجه مهمه برشا، انه لكل عدد كسري كتابه عشريه دوريه. فهمنا؟ لكل عدد كسري كتابة عشرية دورية. هون حتى كي مثلا نحبس، إذا عندي 5 صفر هي اللي تعاود صفر، وإلا 50 وإلا. فهمنا؟ عدد كسري معناتها الكتابات العشرية الدورية هو معناتها كتابة تبدأ غير منتهية ولكن دورية. مثال ناخد 3.16116، مش منتهية ولكن عندها لهنا 16 هكا يتعاود، إذا يسمى عدد كسري عشري ودوري زاد. باهي كي يبدأ عندي مثال هكا. غير منتهية ولكن ماهيش منتظمة الأعداد هذوك، معناتها ما عنديش كتابة عشرية دورية. شنو تتسمى الأعداد هذيا؟ تتسمى أعدادا صماء. إذا الأعداد التي لها كتابة عشرية غير منتهية وغير دورية، هوني غير منتهية وغير دورية، تسمى أعدادا صماء. متوفاش غير منتهية وماهيش دورية، معناتها مش نفس العدد بقية تاعها. التي لها كتابة عشرية غير منتهية وغير دورية تسمى صماء، أعدادا صماء. فهمنا؟ راهو مفهوم هذه الأعداد الصماء مش نخدمو بيه برشا في التمارينات متاعنا. مثلا يقولك عرف شنو معناتها عدد صم. عدد الصم هو الذي له كتابة عشرية غير منتهية، معناتها متوفيش خلاص، وغير دوري. بيان عطيتكم المثال هذا، فما امثله عديده. مثال كيما عندي البي، بي هو عدد عشري يعني كتاب له كتابه عشريه غير منتهيه وغير دوري. مثال الجذر التربيعي، باش نخدم برشا بجذر التربيعي اللي 2. فهمنا؟ الجذر التربيعي اللي 3، الجذر التربيعي اللي 5. تو نعطيكم مفهوم الجذر التربيعي، شفناه نحن في السنوات الفارطه، ولكن باش نزيدو نطرقوا له بالدي اس ان شاء الله. الاعداد الصماء هذه والأعداد الكسرية اتحاد نتاعهم يكون مجموعة تسمى مجموعة الأعداد الحقيقية. إذا الأعداد الحقيقية اللي نرمزولها بـR هو شنو؟ هو اتحاد الأعداد الكسرية والأعداد الصماء والصماء. فهمنا؟ معناتها الأعداد الكسرية والأعداد الصماء مع بعضهم يكونوا مجموعة تسمى المجموعة R. إذا نحن أصغر مجموعة متاعنا هي مجموعة A، تليها المجموعة Z، ثم المجموعة D، ثم المجموعة Q، وأخيرا المجموعة R. لاحظ إنه R المجموعة الكل موجودة في المجموعة R. نجم نرسمها هكا كما نجم نعطيكم عندي رسم مبسط. عندي N هذه مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية،
بعد عندي زد هي الأعداد الصحيحة النسبية، معناتها فيها الموجبة وفيها السالبة. بعد عندي دي هي مجموعة الأعداد العشرية، إذا دي موجودة فيها الآن والزد. بعد عندي كيو هي مجموعة الأعداد الكسرية، كيو كلهم موجودين في الكيو. بعد عندي الآر، هي الآر شنو فيها؟ فيها المجموعة هذه كل اللي هي كيو، ومعها لهنا مجموعة الأعداد الصماء، هذوما كل هنا هذوما هما الصماء، هاني اتحاد نتاع الصماء واتحاد نتاع كيو، كيو اللي هي الآن والزد والدي، فهمنا؟ باهي، باش نطرقوا لمصطلح جذر التربيع، باش نفسر لكم شنو معناتها جذر التربيع. جذر التربيع العدد، مثال كي نعمل أ قوة 2 يساوي إن، شنو معناتها أ قوة 2؟ مثال نعمل 4 قوة 2 هي 16، 5 قوة 2 هي 25، 6 قوة 2 هي 36. باهي، أ قوة 2 يساوي 4 قوة 2 يساوي 16، لهنا معناتها جذر ل 16 هو 4، جذر ل 25 هو 5، جذر ل 36 هو 6، فهمنا؟ معناتها لهنا جذر ل ان هو ا. باهي، اذا شو معناتها جذر التربيعي لعدد؟ نرمز له الجذر التربيعي، الرمز نتاعو هو هكا، موجود زاده في الاله الحاسبه. وجذر التربيعي لعدد هو كي ناخذ عدد نضربه في نفسه باش نتحصل على العدد هذاك. اذا هذوما مجموعه من الاعداد الصحيحه الطبيعيه، الجذر التربيعي نتاعها، الجذر التربيعي ل 16 هو 4. علاش؟ على خاطر نعمل الجذر التربيعي ل 16 هو الجذر 16، هي نجم نكتبها 4 في 4 يساوي 4.